جبرائيل، صدقني إنه من وقت ما أنا عرفتك ما شفت إنه بنتك جوري غلطت بشي. أنت اللي خفت وخليتها سر لسنين طويلة. تعرف إنه كانت المرحومة أماني هدية لجوري؟ الشبه بيناتهم كبير، مثل كأنه في قرابة. هالشي غريب. المرحوم الحاج علي آغا كان يقول إنه جوري مثل بنته أماني. أحياناً بيكون الشبه بين الناس مثل الطرقات اللي بتتقاطع مع بعض. من كم سنة شفت بمنام إنه رح نلتقي كلنا سوا بمكان. شفت إنه كنا راكبين كلنا سوا بالقطار، وكان زياد بده يجمعنا. ما بظن في شي غريب. خليني شوف. أنا بعرف ليش ما بدك تحكي. نحن منتحمل الزم، بس شايفة هلأ نحن واقفين معك. نحن شفنا كل شي، بس كنا عميان. نحن صح إنه سمعنا كل شي بوقتها، بس ما منعرف إنه صرخاتك هي كانت تحذير. سامحينا جوري، ومثل ما بتعرفي زياد بحبك كمان مثل ما كان بحب أماني. لا تزعلي، زياد رح يرجع يجي، هيك إحساسي عم يقلي. أصلاً الحق علي، علي شير قال لي السر من سنين طويلة. لساتني بحس بالذنب كتير لأني ما قلت لك بوقته. ليكي، أنا عم فكر بلكي منستقبلك بيناتنا بالجبل. المي حواليكي والهوى والطبيعة كلها منيحة إلك. هاي الأماكن بيكون فيها زياد. زياد بفضل إنه يشوفك بالخيمة أكتر من المشفى. شو قلتي؟ ليش ما عم تحكي شي؟ حاكينا لو بعيونك. ايه محمود آغا، أنا يمكن عانيت أكتر منك، ومشاكلنا هي اللي جمعت بيناتنا. وأنا بكل الأوقات من قبل كنت واقف ضد شكور. لما كان يصير عنف ما أقبل، بس في مشكلة عبدالله ما قدرت أخلص منه. وهذا عبدالله مو طالع بإيده شي، بس أنا ماني معك هلأ. أنا عم أحكي هالشي قدامك، ما في شي بيني وبين علي. أنت بتعرف شو؟ يلي بيقوم معصب بين أذى شكور عظيم، شكور ما في منه. يمكن يصير مشاكل بالعيلة عطول. صارت بيني وبين إخواتي، بس ولا مرة سويت شي ندم عليه. لهيك بدي إقلك بس فكر. بعدين أنا مو بسهولة بقرر أني أشتغل مع العالم. اسمعني، شفت كل اللي حوالي وصاير عم أعرف الناس متأخر. الله معك. يا الله دخيلك، يا الله. خير يا شيخي؟ راتبي ما طلع لي. شيخي ليكو مهران. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مش الحال شيخي؟ مع الأسف لا. كيف يعني؟ راتب التدريس ما طلع. قطعوا عني الراتب لأني ما رحت مكان ما تعينت. شغلك توقف؟ هيك مبين معي، بس عم يقولوا لساتني. لا تاكل هم، منلاقي حل أكيد. حتى لو دريت أنه ما رح أخذ راتبي لأشهر، حتى لو ما أخذت راتبي أبدا، ما رح أهتم بالموضوع. أنا ما بخاف من الضيقة لأن الله كريم. لك شو في يا بنت؟ بدي استفرغ وما عم بقدر. عن جد عم تحكي؟ بس لتكوني حامي بهالسرعة. سرعة شو؟ حل الشغلة تصير يا هيلين. يعني لازم خبر علي شير بهالشي؟ ايه، لنشوف بقى رح يكون بنت ولا صبي. ما بعرف شو صار مع زياد، بين انه واقع بمشكلة. نحن شو دخلنا؟ المهم انه خلصنا من زياد بطريقنا. لا تفرح كتير محمود آغا، هذا زياد حتى لو فات على وكر حية بيعرف يطلع منه.
لهيك أنا أخذت قرار اليوم أنه رح أدرس هالموضوع منيح. عبد الله معه حق. هلأ بعد ما مات الحاج علي صارت العشيرة يتيمة وزياد مختفي كمان، فشو عم تستنوا لسه؟ لازم نتساعد فوراً. لشو مفكر إجينا لهون؟ نحن شغلنا مو معك، شغلنا مع شكور ومحمود. إذا بدنا نلاقي نتيجة لازم يكون الكل حاضرين، كل يلي إله مصلحة لازم يكون حاضر معنا. زياد هو اللي جنع حاله. يسلم تمك يا بيك، معك حق. خلي الكل يعرف، خلي أكبر واحد لأصغر واحد يعرف. ولا يهمك، هاد يلي رح ساوي. رستوم أمرك آغا. يمكن يكون بالأرض أو متخبي بالسماء، بأي وكرحية متخبي ما بعرف لهلأ، بس لازم يخاف منا وياخد حذره كمان. يوسف إجا يا آغا. أهلين أخي. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. السهل كان طايف، كان في 6 خيام منصوبة هنيك، قالوا إنه غياب مهران بيخلي الطبيعة تعصب على الناس كمان. في أضرار؟ مو كتير يا أخي، بس في مساحة صغيرة من أرض تشانلي عمر هي طافت. اسمع يوسف، مفكر ما بدي يكون بالسهل ببيتي ومع أهلي؟ بس شفت زياد مختفي، وجع البنت يلي غلطنا بحقها، وجوري كمان بالمشفى، شكور لسه ما خلص، فقلي شو الحل؟ شكور بعد خبر لسهل مهران مشان يكسبهم لصفه. أنا ماني واثق فيه. مين واثق؟ حتى وقفوا الراتب عن الإمام. يعطيك العافية. تسلمي. الله يسلمك خالتي. أنا لسه ما فقدت الأمل، زياد رح يرجع أكيد. أنا بتمنى أنه يرجع. أنا ما فقدت الأمل، وأنتوا لا تفقدوه، زياد رح يرجع. لازم ما تترك علي شير لحاله. إبراهيم اسمع مني ورجع طلع عليه، رغم أنه مهران ما بيقربه بس هو ما تركه لحاله أبداً. شيخنا ولا يهمك من هاي الناحية، زياد علمنا أنه ما نفقد الأمل بهالحياة، وأنه ما نخاف من الموت أبداً لو شو ما صار. مثله تماماً، شكور بده يعمل لنا فخ، رح يضل يحاول، بس طول ما زياد مختفي رح نضل مربطين. بس نحنا رح نتساعد لحتى نخلي الأراضي إلنا. نحنا لازم نستعين بالكل اللي يوقفوا معنا. بخاطرك. الله معك.
لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.